أوراق صديقة لأشعة الشمس في أوج حرارتها تزهو بلونها الأخضر دون كلل أو ملل. إنها أوراق شجرة القرم، بل هي الأكثر فائدة للبشر بفوائد جمة، أهمها الحماية من العواصف وتنقية المياه المحيطة، كما أنها فعالة للغاية في احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وبالتالي المساهمة في مكافحة تغير المناخ. غابات القرم أو المانغروف تغطي مساحة 13,616 هكتارا من مساحة الدولة، بينها 10,834 هكتارا في إمارة أبوظبي، وتعتبر بيئة خصبة ومأوى آمنا ومحميا لمئات الطيور والأنواع البحرية التي تعزز التنوع البيولوجي وتساعد على زيادة المخزون السمكي مثل الأسماك والروبيان وغيرها. دراسات عدة نفذتها الجهات المختصة في الدولة أكدت نتائجها أهمية أشجار القرم بقدرتها على التخفيف من آثار التغير المناخي، حيث تلعب دورا فعالا في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتسهم في التقليل من آثار الكوارث الطبيعية البحرية، وتحمي السواحل من عمليات التعرية الناجمة عن الأمواج والتيارات البحرية، وتعد بيئة حاضنة للعديد من الأنواع البحرية. كما تحافظ أشجار القرم على التوازن البيئي وحماية الكائنات من خطر الانقراض، إضافة إلى منح زائري المحميات التي وجدت فيها هذه الأشجار فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المميزة والسياحة البيئية. منع قطع أشجار القرم في الدولة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة نتيجة النشاطات البشرية المرتكزة على شق الطرقات وحفر القنوات وغيرها من السلوكيات الهادمة، والحرص على استدامة هذا النوع من الأشجار لتحتضن الإمارات 43 محمية طبيعية معلنة تتبع الحكومات المحلية في كل إمارة، إضافة إلى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، جهود ما هي إلا دليل قاطع على أهمية هذه الشجرة وقدرتها على تحقيق الاستدامة المنشودة. أشجار القرم في أبوظبي متنفس وحياة واستدامة، تستظل بها الكائنات الحية وتنعش الأجواء وتنقي المياه، والأهم من ذلك كله أنها أحد أهم الأسلحة الفعالة لمكافحة تغير المناخ. من حديقة قرم الجبيل لمركز أخبار قنوات أبوظبي، مهدي سليمان.